هيستن إريادي ده وحاكمي ده جرو يكو حنتما وحا إيجا حيجا أمحار حرمي شرف يقول النول شدو كل إريادة كلو حاكمي ده مليهن عدو حمر كدران تاس وايكو موجينيين درينكو ده مدح ده مامل كاسي مدح تويدا مامل كسومالي لان يكوطا لمجالة هرقيسة عاصمة مامل كاسي حالي وحالي قادي هيس لشيغي إن مركاسي لوغو دبالدقي مال محريادا لكن كح عريسي سيد داد بدن او سومالياد هيس تان او إلاها تان عن لوغين أبوان كا قري أيا وحا قادي فنانين عان كا ديجي سوماليدا او اسكو جرا رق يدومر شن دومر اح يسودو كالي شن ويل او فنانين اح أيا هيس تاس والقادي فنانين تعان كاي هستان وحكا قادة وحكا ميدا فنان كاي سكي ورير سومالي لان اه يسيدو كلي فنان كالوغو مقعابو محمد أمين او إساقنا وايدي دم بمركاسي فنكيسا برشادة سوماليات اما هسيسا اي آد ولغي سنين فنانين كالو راقي دمر اه ايا ايغانا كجري حدي أبوان عبدالله سلطان تيم عده وراي اجري كان نسيب كان نصار او ولا جيده ان لا سيبا علنكي غوميستها سلامركانا لا سار علنكي بلوغ اها اي سوماليات دشي عبد الله سلطان تيمعده اما دانيرا كو هيبا ايا اسل مغالده هرغيسه اوغ هيسيا اريا اي كو موجينيان ان ددكا كو سوماليات اي دغه كوفر اي كجيلين اما اي كخيغان ام خارده دلك ايتوبيا دغتا تاس او ددكا سوماليات اد اوغ عريسيداي سلامركان اد لوغ فلانقينيه براها بلشادة سيدة فيسبوك اي تيك توك اي اعلى لحكرة اي سومالي دي استعماشو هستان اي دادك قار كوتل مامين اي تاي هست ماان قابني ماء سلمار كانا ميل او سنجارسي سنين لباتوين كا دادك سومالي دحيا اللا إلا جارسين ايو سلمار كانا لان يراد هاد سوكريسو لغو أبور ايو حمان اي حق دي اي حاسن مو اي سودو كلي اي اصنعان او اي كلا حكسدان قالا دا اي ودمادة كلا اي درس كلا إلا أكسوني هاي إنتو دا بادن أي سي قود سومالي دا عادو ويهين هستان وحا مركاسي سوقا تاي داد بادن أو براها بلشادا عانك أه وريال ووين أبوانين إيا داد كلا أو فلنقين إيا قار كودنا آد أي أغوح ماين إن هست نوعان أه لغا قادو ميال أي فرديان راق اسكو شيغي إني مدح ويهين داد سوماليات أو وليوا كو قناعسان إن هستاس لقاض شدو كلا إنتاس أو فنان أو أفنانين قار كود مركاسي آد لو يقانو إني هستاس قايب كنقضان oo ay wax ka qaadaan waa fanaaniin Soomaaliyeed oo ay dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhigistaan haddana waxay qaadayaan heeso noocan ah oo ay ku sheegayaan in garow iyo magaalooyinka xamar ay ka mid tahay ee deriska la ah ee Soomaaliyeed in ay uga dhow yihiin ama xaarad ama iyaga halkaas ay jecel yihiin sidoo kale heestan waxa looga hadlayay ictiraafka iyo sidoo kale arrimaha lamidka ah oo ay waxay ku sheegayeen isla heesta dhexdeeda in ay reer koonfurka ama dadka koonfurta Soomaaliyeed inay ka xun yihiin horumarka iyo inay ictiraaf helaan dadka wqooyiga Soomaaliya dega wad ku mahadsantiin dawshada muqaalkan ogeysiis muhiim ah waxa loo ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya in isbitaalka Kalkaal 4 jardiin uu sameyn doono bedelida jilbaha bedelida simaha toosinta laf dhabarta qaloocan toosinta cagaha qaloocan kabitaanka lafaha burburay hagaajinta lafaha sida qaloocan u kaban daaweynta dhaawacyada ciyaartoyda iyo qalimada seedaha go'ayo hab casri ah qalimadan iyo daweyntooda waxa si wada jir ah u sameyn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiirka imaan doonta waddanka India qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11 bisha 7-2024 bisha July firagara qalimadan waxa lagu sameyn doonaa hab casri ah laser ah fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka Kalkaal 4 jardiin ama kala xiriir taleefan lambarada kala ah 0677788844 ama nambarka gaaban 4488 horey u gaar هوجيز بيتالا ذا كالكال هوس بيتال عافي ما تكاغو ومنان تينا